خف لنا ايدك بهالشايات ابو هاشم. اهلين وسهلين بالشباب. اهلا اهلين وسهلين ابو هاشم. اهلين عمي فهد، واحلى شاي على البخار عمي شريف. الله يسلم هديات يا ابو ضاي. اهلين وسهلين، الله يسلمك ابو غسام. شو رايك بكاس الشاي على البخار؟ أيوة والله من اراضيه ان شاء الله. اهلين وسهلين، صحتين وهنا شريف ابو احمد. ان شاء الله بيعيشوا هديات يا ابو هاشم. سهلين خلينا اياك. صحتين حبيبي. شو شباب، ما بدكم تشربوا شاي؟ لا شكرا عمو، عم نشرب نسكافيه. شو هالحكي يا حبيبي على هالجيل؟ شو هاد؟ انه بس بدي افهم، حدا بيترك شاي على البخار وبيشرب نسكافيه؟ ايه ابو فهد، شو بدنا ناكل اليوم؟ والله انا فكري نقضيها من قريبه. لا لا اخي، شو من قريبه؟ لا سيدي من بعيده. شو رايك ابو احمد؟ لكان عمي لكان. إيه لكان، الله محيي الدسم، بدنا دسم. ايه فعلا، سيران بلا دسم ولحمه مثل قلته. شو اسمه سيران لكان؟ ايه بس الساعه قطعت الوحده، ما عدا نلحق نساوي شيء. منلحق حبيبي منلحق، بس انتو اعتمدوا شو بدكم تاكلوا واتركوا الباقي علي انا. يا سيدي وعلى فراغ بدنا نساوي صفيحه. منلحق يا ترى؟ ما بنلحق لانه انا جعت، ما بقى احسن استنى اكثر من هيك. طالما ابني قاسم موجود منلحق نعمل كل شيء، مو هيك يا قسام؟ انا جاهز يا ابي. انتو ما بتعرفوا لابني قسام، لقاسم يعني، لولاب زنبرك زبدية صيني، بحياته ما خصتك معي. بزماني اجاني ضيوف من الجبل هيك طبوا علي مثل قضى المستعجل، وانتم بتعرفوني صاحب واجب وشي سمح، وكانت الساعة وقتها على ما اذكر بحيطان التنتين، وكان اليوم بقى سيدي يوم جمعة، يعني معلوم كن نص البلد مسكرة. قلت له لقاسم دبرنا دخيلك يا قاسم، غير هالكلمتين ما قلت له، وفعلا ما خيبني، يعني خلال نص ساعة وقبل ما يخلصوا الجماعة شرب قهوة كان قاسم فارد لي صفرة من الحيط للحيط، يعني بيض لي وشي، الله يبيض أصله. احكي لهم على اليوم حلاية يا بي. ايه صحيح يا بي، ذكرتني بيوم المحلاية. شو قصتها هاي يوم المحلاية أبو قاسم؟ رح أقول لكم يا جماعة، هذا يا سيدي من 20 يوم كان في استقبال عند أم فتحي عرموشي، وراحوا لك النسوان ودقوا بابا نقروه يعني، ما لقوا حدا. مو تاري لك ام فتحي عرموشه هربانه من الاستقبال وعامله حاله مريضه عند اختها بجوبر؟ ايه. وشو صار بالاستقبال بعدين؟ مرتي ام قاسم ضربت ايدها على صدرها، قالت لهم شرفوا لعندي، وفعلا هالنسوين ما كذبوا خبر، كفتوا كلياتهم كفت، كفتوا لعنا على البيت يعني، وام قاسم مو مجهزه حالها. ولسان النسوين ما بيرحم، وبلساناتهم مبلطه ارض جهنم، يعني اذا مرتي ما قامت بواجبهم منيح أبينك تكرارها. بقى شو بدها تعمل المسكينة؟ حاصيت لاصيت بأرض هالديار، ما عرفت شو بدها تعمل. ولما شافها قسام الله يرضى عليه بهالحالة ركض وقال له ولا يهمك يا مو، أنا بتكفل بكل شيء. وفعلا ما كذب خبر، أخذ هونداي وبريم على الميدان، وصى على محلاية وجاب الفواكه والمحلي والضيافات والإحباجات، وقال له لأمه استلمي يا مو، مالكن علي يمين، النسوين شهقت شهق لما شافت الضيافات. اي والله، قالوا لحالهم منيح اللي ما لقينا ام فتحي عرموشه بالبيت، لانه لو شهقت حالها ام فتحي عرموشه ما كانت قدرت تعمل اللي عملته ام قاسم. يا سيدي الله يسلم لك يا، بس بصراحه جعنا من هالحديث. معلش معلش، كل ما جعتوا بتاكلوا اكثر، بتنفتح شهيتكن وبتزداد قابليتكن. اصبح خلاص، بعته خليه يجيب الصفيحه. بتطول عمو؟ تنتين ونص بيكون هون مع الصفيحة وسط اللبن. قسام قوم يا بي قوم، خذ المسكليتة وتيسر. حاضر يا بي. وينك عمو قاسم؟ تعال لك قبل ما تروح. تعال نعم. شوف عمو، هلا بس تروح تقطع اللحمة بتوقف على ايديه اللحامة، لا تخليه يخبص حط اشكال الوان، بدنا اياها لحمة نظيفة. ابرة لا توصي حريص، لا توصي، هو بيعرف شغله منيح. لك أنا خلي ابني فهد يروح معه بيتسلوا بهالمشوار. لا لا بلا ما يلبكوا، خليك قاعد عمو فهد، لا تجي. قسام تيسر انت حبيبي. حاضر. قوام هاتوا عدة هالسلطة لنشتغل فيها من هون ليرجع، خلينا نكسب الوقت. هلا عين الله عليه بيكون نط على البسكليت مثل النمر وطار فيها. السعادة انهار
قصص حياتي وصرح اللي بنيته نهار. يا عين صبي يا عين صبي على بعد الحبيب نهار. غسلت الخسات؟ ايه بدهم غسيل لك هاي. شو بدهم غسيل؟ بس شيخ زرعين قديش داجني هالخسة. اشوف هالخيارة انت هي أدجان. ايه والله ما شاء الله كان. شي طيب والله. خذ دوق الخيارة. طيب والله يسلموا. الله يسلمك. دوق لك كم ضلع خسة. هات نشوف. شلون بتحبوا سرطان أعمى ولا خشنة؟ لا خشنة حبيبي. كفهد بكفوا دوق الخيارات؟ لا انت التالي شو كفو؟ أخي عمل حسابك كل خياراي بلا دورايتين. قديش صارت الساعة هلا؟ واحدة وثلث. عظيم جدا. هلا بيكون قاسم عند ابو العز واكيد ما راح تعجبه لحمة ابو العز. ابو العز ما ييت شواربك، بدي لحمة صفيحة تكون على كيفك. تكرم عينك. تفضل. لا هي مو ظريفة. هدول ظراف مبينين. هدول مبينين ولا. بس هاي؟ بس. يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا بيكون راح لعند ابو عبده. ابو عبده لحمته انظف واحسن. اكيد ابو عبده هلا عم يقطع له اللحمه. السلام عليكم. كيفك عم يا ابو عبده؟ اهلا سيد جاسم. شلون لحمات اليوم؟ على كيفك. ايه حط لي من هدول من البطاطا كيلو ونص للصفيحة. تكرم عينا. شباب جايبين سماء معكم؟ ما حدا جايب سماء يا شباب. يا حبيبي عليكم. لك حدا بيجي على السيران بدون سماء؟ شلون بدنا نساوي السلطة؟ دبرها بلا سماء. هلا ما عادت تنبلع معه سلطة لصاحبك بدون سماء. يا ريت إلا لقاسم يجيب معه سماء. باعتبار ابنك قسام الله يسلمه فلهوي وحربوق وقد حاله، يا ترى بيجي بباله يجيب سماء لحاله؟ عم تتمسخر ابو هاشم؟ هلا بتشوفوا بعينكم شلون بيوصل على الوقت. يا بي انا جعت. صبور ابني صبور، كلياتنا جعنا. ابو قاسم شوف لنا على هالرادار وين بيكون صار ابنك قاسم هلا. يا سيدي هلا بيكون اشترى سطل اللبن ورجع على الفرن حتى يشق على صفيحات. شو صار معنا معلم؟ تكرم عينك عشان دقيقه تاخذوها. بدي اياهم على الوقت تماما. في بعد متاخر عليك. يلا اخي عجلي بالصفيحه شوي. شكرا. سعوديات بطل شباب. عفونا ايك والله خليكم. هلأ بيكون ابني كسام عم يضيف الفران والشغيلة عنيم وتفاح لحتى يشهله شوي بالشغل. على طول ابني كسام عامل حسابه لكل شيء وحاطط بصندوق المسكليتة اشكال الوان. لك عن اخي لك طعم التم بتستحي العين. هلأ بيكون فات بطريق مختصر بين الحارات لأنه الطريق العام عجقة كتير. ابني قاسم بيعرف يستفيد من كل دقيقة من وقته. هلأ بيكون عم يزمط بين السيارات مثل الحردون. ابني قاسم كتير شاطر بسواقة المسكليتة. من هو وصغير كان ينط على المسكليت مثل العفريت. على فكرة على فكرة يا أبو أحمد بحياته ما ساق مسكليتة بتلت دواليب. بتعلم على الدولابين دغري. I mean.
قد ما كروعت نسكافيه انفتحت قابليتك. تأخر الغدا ما هيك؟ يا سيدي هلأ الساعة معي 2:30 على التكة. يا قاسم؟ نعم يا أبي. ها شفتوا شلون وصل؟ إن شاء الله ما كنت أخرت عليكم. الله يعطيك العافية يا ابني، فعلا بتبيض الوش. خود أبو أحمد سلي مني لله. بسم الله. شايف الريحة ما أحلاها؟ يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام على هالصفيحات، شو منتظمين. شلون بدنا نشرق اللبن؟ ان شاء الله مالك جايب معالي. ولا يهمك، اكيد هلا قاسم بيكون جايب معه معالي بلاستيك. ولو مو عيب عمو، وهي المعالي. شو هاد؟ شو هاد؟ هلا صار لازم ندق على الخشب. اي الله يسلمك يا رجال النبي. الله يخليك. وهي شوية سماق للي بيحب يرش. سيد لألك شو ها؟ هاي الخريطة بتحفظها بصم، فهمت؟ من هون ليوم الجمعة بدك تكون حافظها مثل اسمك، فهمت شو عم أقلك؟ بس يعني خريطة شو هاي؟ يوم الجمعة الجاي رح أبعتك من السيرة لتقطع لنا لحمة، بدي إياك تروح وترجع أسرع من قاسم، ها؟ يعني لازم تحطه بجيبتك الصغيرة لقاسم، فهمت؟ اتبخشت أدنينا بسيرة قاسم، وكأنه الله ما خلق غيره. ما بدنا نورجي لهالمنفاخ ابو قاسم انك احسن من ابنه وانك فلهوي وحربوه اكثر منه، فهمت؟ خلاص الجمعه الجايه رح امسح لك يا مسح لقاسم. واذا فيك تروح تتدرب على الطريق المرسوم بالخريطه روح اتدرب، ها خليك تاخذ هواء منيح. خلاص يا ابي هالجمعه ما رح اشتغل شيء، رح اقضيها تدريب واستعداد نفسي وبدني. كثير عال هيك، هيك بدي اياك. لنشوف يا ابو قاسم، ابني ولا ابنك؟ هلا بيكون ابني فهد عم يفاصل اللحام. على فكرة ابني فهد كتير شاطر بالمفاصلة. هداك النهار دق على بابنا الشاب حامل مسجلة كبيرة للبيع. قديش طلب فيها يا حزركم؟ قديش؟ يا سيدي طلب فيها 12,000. ايه وبقديش اخدتوها؟ ضل فهد ياخده ويجيبه، ياخده ويجيبه ويشده ويعصره لحتى نشف له دمه للزلمة. وباعنا اياها ب5,000. إيه لو كان ابني قاسم موجود كان اشتراها ب4. إيه حاجتك بقى ابو قاسم، شو ما حدا بيفهم بهالدنيا غير ابنك قاسم يعني؟ شو خلطوا الخراط وقلب مات؟ هلا شو بدنا ويا هالحكي ابو فهد؟ شف لي وين صار فهد هلا؟ هلا بيكون عم يساعد الفران برق العجين لحتى يخلصوا بسرعة. يخز العين عنه شو شاطر بالرق. عم اقلكن ايديه مثل النسيم مثل المراوح. هلا بيكون فهد فات من باب البستان. صف البسكليت جنب الحوره وحمل هالغراض وسطل اللبن وركض لهون. هلا بيكون صار على بعد 10 متار مني. يا فهد؟ نعم يا بي. ولك وين الغراض؟ لسا ما رحت. وليش ما رحت؟ ما كان ينفتح معي قفل بسكليتك.